جهه وجود كيبري ايضا في المعركه نعم اليمنى. نعم بن خماسه ممكن يكون لو سوتيان يطلع وراءهم باش يدي الكرات الثانيه، يعني راح تكون صراعات، اللي يخطا في هذه الجزئيات هو اللي يخسر. راح نشوفوا صراع تكتيكي بكل نعم يعني باش نعم يكونوا اكثر صراع وضوح. صراع تكتيكي كبير بين ديلور وبين المدرب عمراني. انا نقول انه الفرجه والمتعه ممكن انها ستكونان رهينه الصراعات الاستراتيجيه والتكتيكيه للمدربان. صراعات ام انه الحذر المبالغ فيه مصطفى؟ نعم في بعض الديربيات خاصه شباب الوداد، لانه لما تكلموا على الديربي يقول لك الا تخسر في الديربي افضل من انك تنهزم، يعني تتعادل على الاقل اقل اضرار. احنا نقولوا احنا دائما كاين هناك تحفظات سواء من بومال ولا حتى من المدرب عبد القادر عمراني. انا راح نشوفوا اكيد ما نتكلمش على الخوف، نتكلم على التخوف. نعم بترك المساحات، تخوف بدفع بالفريق الى الامام وترك